جهود كبيرة بذلتها القيادة السياسية من أجل تحقيق واستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة والوطن العربي، حيث تعد مصر الداعم الأول للدول العربية. الدور المصري ظل جليا في العديد من الأزمات التي تشهدها دول المنطقة من ليبيا إلى لبنان والعراق والسودان وتونس، كما كانت دوما المدافعة عن قضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية. مصر للعرب والعرب لمصر، نهج تبنته القيادة المصرية في تعاملها مع القضايا والملفات العربية، كان العام 2021 نموذجا واضحا ودليلا بارزا. مصر والقضية الفلسطينية علاقة تاريخية لم تنقطع، فخلال العام 2021 لم تتخلى القاهرة عن دورها في هذه القضية كعادتها دائما. ولما تسارعت وتيرة العنف وتصاعدت حدة المواجهات في قطاع غزة في شهر مايو الماضي، حضرت مصر سريعا وقبل الكل، فأعلنت اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركتي حماس والجهاد في القطاع لتحقن الدماء، وسط إشادة عالمية خصوصا من رئيس الأمريكي جو بايدن، والذي هتف الرئيس السيسي مرتين خلال أسبوع واحد فقط، تقديراً واعترافاً بدور مصر الذي لا يضاهيه دور. ولأن مصر تبحث عن صالح الأشقاء الفلسطينيين، فقد شرعت في جهد لإعادة إطلاق مسار المفاوضات مرة أخرى وإعادة الزخم لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، لم تنس القاهرة القطاع المأزوم، فأدخلت معداتها وخبرائها وكوادرها البشرية من أجل إعادة إعمار قطاع غزة مرة أخرى ليكون صالحاً ومؤهلاً للعيش بعد القصف الإسرائيلي. ومصر لا زالت تبذل كل ما في استطاعتها من أجل تهيئة مسار المصالحة الفلسطينية ثم إطلاق المفاوضات ما بين الفلسطينيين وإسرائيل، سعياً لحل طال انتظاره لهذه القضية. أما مع ليبيا فكانت مصر حاضرة بقوة، فلم تغفل القاهرة جوارها الغربي، فحرصت على التواصل مع التيارات الشرعية المختلفة في ليبيا، فاحتضنت الفعاليات والمؤتمرات الليبية المختلفة سعياً وراء توحيد الكلمة والصف وتهيئة الأجواء نحو حل سياسي دائم وشامل. أما الفعاليات والمؤتمرات الدولية المختلفة والتي عقدت حول ليبيا، فكانت مصر في صدارة المشاركين بثوابت واضحة ومحددة، وهي ضرورة ضمان وحدة وسلامة الأرض وإنهاء الوجود الأجنبي وإخراج المرتزقة والإرهابيين. أما مع السودان الشقيق فلم ينقطع دعم مصر للاتفاق السياسي الذي جرى التوصل إليه بين الأشقاء والمكونات السياسية هناك، وصولاً إلى إنهاء المرحلة الانتقالية الحالية وإجراء الاستحقاقات الانتخابية تحقيقاً لإرادة الشعب السوداني. أما عن الفضاءات العربية الأخرى، فكان عام 2021 عاماً لترسيخ التضامن العربي، فكانت آلية التعاون الثلاثي المشترك ما بين مصر والعراق والأردن هي الآلية التي حققت من خلالها القيادة السياسية للدول الثلاث أهدافاً سياسية واقتصادية وأمنية عدة، وكانت نموذجاً للتكامل والتنسيق والتعاون. أما عن علاقات القاهرة ببقية العواصم العربية الأخرى، فكانت نموذجاً لمواقف الشقيق بجانب شقيقه. لم تنس مصر لبنان في أزماته العديدة التي واجهته ولا زالت خلال العام 2021، فكانت القاهرة من أوائل الدول التي دعمت لبنان في وجه جائحة فيروس كورونا، فأرسلت الطائرات المحملة بالمساعدات. وعقب انفجار مرفأ بيروت لم تتأخر القاهرة أيضا، وتلبية لاحتياجات أشقائها من مصادر الطاقة والوقود، تكثف مصر من جهودها لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء، هذا فضلاً عن الدعم السياسي اللامحدود للحكومة اللبنانية لتجاوز المرحلة الحرجة الراهنة
انطلاقا من عروبة لبنان وعلاقته الراسخة بالعالم العربي. ولأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، فقد شهد عام 2021 مباحثات مكثفة وزيارات مستمرة ما بين الرئيس السيسي والملوك والأمراء العرب، تنسيقا للمواقف إزاء مختلف القضايا والتحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي. ثوابت عدة موجودة لدى القيادة السياسية تساهم في تشكيل الدور المصري في المجال العربي، من بينها دعم وصيانة الأمن القومي العربي بمعناه الشامل وأبعاده السياسية والاقتصادية والعسكرية.